كنت تواجدوا في واحد العمل خيري إنساني بأحد المناطق النائية في المغرب العميق بجبل الأطلس في المغرب زاوية حد إفلام. اليوم من الأمور اللي لاحظناها كالعادة هو تواجد منذ بداية هذا العمل هذا تاع رجال الدرك الملكي. هاد الناس هادو اللي كيشتغلوا في كل أنحاء المغرب خصوصا في العالم القروي في المناطق النائية. هاد الناس هادو كيقوموا بواحد المجهودات كبيرة لضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين. طبيعة الحال هاد الإشارة هادي لهاد الرجالات نتاع الدرك الملكي في المغرب كامل وخصوصا في مثل هاد المناطق ما هي إلا إشارة، لأن غالبا ما كنهضروش عليهم، ولكن هاد الجهاز هذا هو جهاز من الأجهزة نتاع الدولة المغربية القوية اللي كيقوموا بواحد العمل كبير وعندهم واحد المجهود كبير، بالرغم من أننا كنعرفوا أن عندهم إمكانيات شيئا ما ضئيلة، عندهم نقص في العنصر البشري وفي الإمكانيات، ولكن كيشتغلوا في واحد المساحة أكبر. فمن هذا المنبر كنوجه لهم التحية. قلنا بأن الدرك الملكي فوق الربعين كما تيقولوا في العامية هما اللي كيسهروا على الأمن والأمان ديال المملكة المغربية. الدرك الملكي هم في خدمة رعايا صاحب الجلالة، لولا الدرك الملكي بالمغرب العميق، لأننا الآن نتواجد بالمغرب العميق، هم من يسهرون على السلم والسلام والأمان ومحاربة كل أنواع الاختلالات التي قد تشوب هذه المناطق. عليهم أن يتأقلموا في غالبية الأحيان مع المناطق التي يرسلون إليها، ولا ننسى بأن جل طرقات المملكة المغربية طريق السيار هم من يسهرون على السلم والأمان، لذلك فهم بالنسبة للسلم بالمملكة المغربية عمود فقري لا استغناء عليه. وشكرا.